مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا عمرو منير يحييكم من مدينة الإسكندرية، حيث هذا الجو البديع. نحن الآن في الربيع وفي أعياد العمال، العمال المصريون الذين عانوا الكثير من العهد البائد والعهود السابقة ربما، لكن نحن بعد ثورة 25 يناير ربما تغيرت الأحوال للأحسن أو ربما تغيرت للأسوأ، مع مجموعة من العاملين في عيد العمال كل عام وهم بخير، منهم من يعمل بشكل خاص ومنهم من يعمل بشكل عام، لكن في النهاية هم من القيادات العمالية الموجودة. وأبدأ بالأستاذ على اليمين، الأستاذ المهندس أحمد محمود شعبان، مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة ببرج العرب هنا في محافظة الإسكندرية. أهلا ومرحبا بك. وأيضا الأستاذ المحمدي سيد أحمد، عضو مجلس الشعب السابق وعضو الأمانة العامة لحزب الحرية والعدالة. أهلا وسهلا بحضرتك وكل عام وأنت بخير. وأيضا هنا على يساري المحاسب جمعة حسين صرصار، رئيس قطاع بالشركة المصرية لمكابس القطن، وأيضا أمين عام الحزب الاشتراكي المصري بالإسكندرية، وهو أيضا عضو المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة. أهلا بك أستاذ جمعة. وأخيرا الأستاذ أشرف شبل، الأمين العام لحركة ائتلاف عمال الإسكندرية، وأيضا سكرتير لجنة العمال بالإخوان المسلمين بالإسكندرية. هنا أهلا بك أستاذ أشرف. نبدأ يعني بعضو مجلس الشعب السابق الأستاذ المحمدي، يعني كنا نتحدث عن العمال بشكل عام، نتحدث عن تلك الفروق الكبيرة في يعني الرواتب والمرتبات. أنا أتحدث عن العمال، أتحدث عن العامل كمدرس، كطبيب، كعامل في مصنع ذوي المؤهلات العليا او المتوسطه او اي عامل في مصر. لكن كما كنا نذكر يعني كان هناك طبقات في المجتمع يعني تم تقسيمها من قبل العهد السابق. الان كيف هي الصوره؟ كيف نراها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اقدم تهنئه خاصه لكل العاملين بالاسكندريه ولكل العاملين على مستوى الجمهوريه والعاملين في الوطن العربي والإسلامي بعام. أولا النظم الاستبدادية حينما تريد أن تستمر تقسم الناس إلى شرائح حتى تأمن الطبقة العليا وتهمش باقي الشرائح لكي لا تحدث ثورات. وكنا في مصر قبل ثورة يوليو كنا نعيش إقطاعيين وعمال وفلاحين، وكانت هناك طبقة متوسطة هي التي قامت بكثير من الحركات الثورية أثناء الإقطاع. بعد الثورة همشت هذه الطبقة، الطبقة المتوسطة، بل نزلت إلى يوليو. بعد ثورة يوليو همشت هذه الطبقة ونزلت وانحضرت إلى، لا أقول إلى المستوى المتدني، بل كثر الفقر في مصر وخاصة في الثلاثين عام الأخيرة، حيث أصبحت نسبة الفقر في مصر تتعدى 40%. نعم. بل يقال أن هناك من المصريين من يعيش تحت خط الفقر بنسب عالية، وخاصة في الريف المصري وخاصة في الجنوب في الصعيد المصري يعيش عدد كبير جدا من المواطنين. لكي تؤمن الحكومات مستقبلها همشت هذه القطاعات كثيرا، حتى خريج الجامعة، حتى خريج المعاهد، حتى خريج الدبلومات الفنية همشوا تهميشا ملحوظا وملموسا، سواء كان في الأجور أو في الخدمات التي تقدم لهم أو في يعني وسيلة يعني سبل التعامل معهم. بنأمل إن شاء الله بعد وضع الدستور الجديد الذي وضع بعد ثورة 25 يناير، الذي يحث على حق العامل وكرامة المواطن وحق العامل في الأرباح وحق العامل في إدارة المشروعات والمنشآت وأعطاله حق السكن وحق التعليم، أعطاله كل هذا. نأمل إن شاء الله في الأعوام القادمة أن تتغير المنظومة، والحمد لله كانت البشائر بين منذ ثورة 25 يناير
يناير تضاعفت كثير من الأجور. أضرب على سبيل المثال الكادر الأطباء، كادر المعلم، حتى ولو كان أخذ البعض جزء ولم يأخذ الباقي، لكن حصل نوع من إيجابيات كانت سريعة رغم عدم وجود إنتاج ورغم إقامة قيام الثورة ورغم عدم وجود أسواق ووجود سياحة، ومع ذلك حصل نوع من أذكر على سبيل المثال أيضا كذلك يعني الفئة الضمان الاجتماعي تضاعفت من 100 جنيه ل 200 جنيه ل 300 جنيه، وبنأمل إن شاء الله أنها تضاعف، وعندنا أمل أن إن شاء الله مجلس النواب بإذن واحد أحد حينما يكتمل هذا البنيان الرئيسي في مصر، حينما يكتمل هذا البنيان سيشرع بما يخدم هذا الدشدور، بما يخدمه من قوانين لصالح الطبقة العاملة ولصالح العمال، وسيجد العمال الكثير من الخير إن شاء الله في الفترة القادمة. ولعل البشارات اللي قالها السيد رئيس الوزراء افتتاح مصنع السكر اللي هيستوعب ما يقرب 6000 عامل، والمشاريع التي تقام الآن في المينيا، ومصنع البتروكيماويات التي أقيم في الأسكندرية وغرب السويس، شط السويس تم فيه تدشين قناة السويس الآن بمليارات الأموال، فدي كلها إن شاء الله بتأكد إن إن شاء الله قادم إلى خير إن شاء الله. نعم، يعني الميكروفون للمهندس أحمد شعبان. يعني باشمهندس، يعني أنت مدير مكتب السلامة والصحة المهنية هنا في الإسكندرية، مديرية القوى العاملة في برج العرب. يعني كنا برضو يعني نفتكر اللي احنا كنا بنتكلم عليه وبنعمل مقارنة، بنقول والله احنا بنشوف المدرس وراتب المدرس وراتب القاضي كويس، والفرق الطبقي يعني بغض النظر عن المادة الفلوس نفسها، لكن الاحساس انه زي ما حضرتك قلت، تفضل، يعني زي ما حضرتك قلت ان المدرس نفسه احساسه ايه لما يلاقي وكيل النيابة بتحكم فيه، يعني كمثال على تغطية الانتخابات اصلا. أنا لو رجعت للماضي قبل الثورة كانت المحليات سواء مدرسين أو موظفين قوى عاملة أو أي محليات لما كانوا بيروحوا انتخابات في محافظة تانية كان رئيس اللجنة بياخد 20 جنيه ومساعد الرئيس بياخد 15 جنيه. بمجرد ما قالوا الانتخابات للقضاء القاضي القاضي بيصرف له مبلغ يقال إنه 7000 جنيه عن اليوم واحد، عن اليوم الواحد. يعني مع المحليات كانت عمل وطني ومع القضاء مش عمل وطني. فهو ده ايه، عشان كده في فروق طبقيه حتى بين جهات الحكومه نفسها. يعني في موظفين حكومه بياخد مثلا، في موظف حكومه في جهه معينه ولتكن مثلا الجمارك هيئه الاستثمار بياخد يعني 7 أضعاف القوى العامله. على سبيل المثال او سبع اضعاف التموين او 7 أضعاف الشؤون الاجتماعيه. هل ده يعني رغم ايه، رغم المؤهل واحد والمجهود واحد، نعم، فما فيش مساواه خالص. يعني في فروق طبقيه واضحه جدا، يعني وده بينتج عنه يعني فرق طبقي في المجتمع نفسه. يعني ولو ان ممكن نفس المؤهل الدراسي اللي موجود عند الموظف في القطاع الاستثمار كمثال، وفي القطاع العادي او الحكومي العادي، وفرق بنتكلم على الاف، يعني بيحصل فروق طبقيه والشغل نفسه معلش مفيش موظف هيأدي عمله بشكل جيد. يعني لان بيأثر على الشغل. يعني حد على سبيل المثال القوى العامله اللي انا فيها، القوى العامله اللي انا من سنه 1985 انا في القوى العامله، كل مرتبي وحوافزي 2000 جنيه. ومدير مكتب السلامه. انت مهندس في ايه بالظبط؟ انا متخصص في الجيولوجيا، بس دلوقتي شغال في السلامه والصحه المائيه. نعم، يعني انت حضرتك يعني كمثال يعني يعني كمهندس جيولوجي، لو في مهندس جيولوجي بيشتغل مع شركه بترول، لا بشركه بترول هيبقى وضع بتاع الاستثمار، لا تقريبا ممكن هياخد 20000 لو نفس الخدمه بتاعتي هياخد 20000. نعم، عشان كده قانون الحد الادنى والحد الاقصى، قانون الحد الأدنى وقانون الحد الأقصى يجب أن نكون حريصين عليه جيدا، وهذا مطلب يجب أن يلح عليه الجميع، وده اللي تقريبا بشر بيه السيد الرئيس، والسيد رئيس الوزراء بيؤكد على أن الآن بيعمل حد أدنى حتى لا تحدث هذه الفوارق الكبيرة التي قسمت المجتمع إلى زي ما قال البشمهندس نوع ما حاقد. نعم، يعني لكن يعني احنا يعني هل انت شايف يعني زي ما يعني الأستاذ محمدي بيقول، هل انت شايف انه ده ممكن يحصل؟ يعني احنا شايفين شعارات كويسه وجميله ونسمعها،
لكن التطبيق حتى الان هل انت مستشعر في شيء يبشرك ان ده ممكن يتغير؟ انا يعني هو فات كم فات شهور بسيطه فما اقدرش ايه في الفتره دي يعني انا يعني بسامح الايه الحاكم دلوقتي نعم. لكن قدام مش هقدر اسامحه نعم. انا على سبيل المثال نعم. هل القوى العامله اللي هي هتجيب حق العامل لما يبقى مهضوم حقها هل هتجيبه؟ استحاله. يعني زي مفتش العمل او مفتش السلامه والصحه المهنيه اللي هو المفروض منه يجيب حق العامل لو حقه مهضوم هل هيجيب حق العامل؟ استحاله. صحيح صحيح. يعني ما يعني الكلام انقله هنا للمحاسب جمعه حسين صرصار. يعني انت كمحاسب انت امين عام حزب الاشتراكي المصري هنا في الاسكندريه وايضا عضو المجلس الشعبي المحلي بالاسكندريه، لكن كمحاسب انت بتشوف الاجور وشوف حتى انت خصوصا بتشتغل في شركه قطاع اعمال وعارف الفروقات اللي بتحصل. يعني هي نقطه اساسيه يعني احنا بنتكلم على حته ان المجتمع اختلف طبعاً. والسبب المجتمع اسباب منها سبب رئيسي انه فروقات حتى داخل الجهاز الحكومي بين الرواتب بتخلق. يعني احنا هنا الباشمهندس بياخد مرتب معين وفي زميل لي بياخد مرتب اكتر بغض النظر عن الفرق الكبير، لكن هو احنا موجودين هنا مثلا في نادي المهندسين، هو مهندس هنا وده مهندس هنا وهتشوف الفرق ان ده راكب عربيه كذا وده ممكن مش راكب عربيه. الاحساس المجتمعي انت كراجل بتمثل حزب اشتراكي. بسم الله بسم الله. الاول انا بهني كل عمال مصر بعيد العمال، وان كنت شايف ان عيد العمال ده مختلف عن كل الاعياد السابقه، عمال مصر دلوقتي انا شايف من وجهه نظر الحزب ان هم بيمروا باسوأ فترات حياتهم. نعم. عمال مصر بيمروا باسوأ فترات حياتهم. يمكن قبل الثوره كان في فساد مستشري في قطاع الاعمال والقطاع الخاص، واحنا استبشرنا خير بقيام الثوره ان الموضوع هيتغير. للاسف الشديد اقدر اقول وده بيقين ان 60% من الشركات على رأسها رؤساء شركات فاسدين. والمستندات الكلام ده مش كلام، ده مبلغ عنه في النيابات العامة. نعم. النقابات يمكن قبل الثورة كانت النقابات بيتحكم فيها أمن الدولة، ده يخش ده ما يخشش، فكان حقوق العمال ضيعة في ظل النقابات ضعيفة. إلا أنه لما قامت الثورة في ظهر أن في اتفاقية دولية مصر موقع عليها سنة 48، ودي أعطت الحق لكل الشركات في تكوين نقابات مستقلة. انما كل هذه النقابات مش مفعله في ظل ايه بقى؟ ان كل شركه من الشركات اللي بيقبع فوقها رئيس فاسد، شركه فاسد، مش هتعرف تشتغل النقابه باعتبار ان هو هيلوح بالحوافز بالجهود. الكلام ده بيخوف العاملين انها تقف وراء النقابات المستقله. في نقابات كثيره قوي في اسكندريه فيها ناس كويسه جدا ولكن مش قادرين يشتغلوا. يعني نفس الأسلحة اللي كان بيستخدمها النظام السابق هي ما تغيرتش، لم تتغير حتى هذه اللحظة. وكثير من الشركات أنا بقول هو بيقين ومتأكد ومستعد والأسامي، ولكن ما يبقاش فيه إعلان. نعم. بيحكمها فاسدين. أنا شخصيا مش أقول، أنا مبلغ نيابة الأموال العامة عن وقع في منتهى الخطورة. قطاع كبير قوي زي قطاع كبس القطن اللي احنا فيه دهوت، قطاع ده أو شركتنا تحديدا كان اقتصاد مصر بيصب فيها. نعم. حاليا دلوقتي إيه اللي حصل؟ جابوا رئيس شركة هو أساسا خرب المحالج وباعها وشرد عمالها، طبق نفس السياسة عندنا في الشركة. الشركات اللي كانت من أكبر الشركات المنتجة كلها تحولت لخردة، المكابس بيها خردة. نتحدث عن قطاع الأعمال، قطاع الأعمال بتحديدا. نعم. والموضوع في النيابة دلوقتي بيحقق فيه. نعم. الشركة دي كانت شركة منتجة. أنا مش قادر أفهم إزاي يعني إن يبقى في مكابس على أعلى مستوى وبتنتج بكامل طاقتها، يجي هذا الشخص يخرجها ويبيعها خرده ويقفل الاماكن ديت وتتشرد العمال. الحوافز بعد كانت يعني يمكن بنسبه مثلا 200% من المرتب، دلوقتي اصبحت 50% من المرتب. نعم. الناس تعبانه جدا. نعم. طبعا قول لي، انا مبلغ عن هذه الشركه منذ اكثر من سنتين ولم يتم شيء حتى هذه اللحظه. نعم. مين المسؤول؟ النائب اللي عنده بلاغ، النائب اللي عنده، رئيس الوزراء عنده بلاغ، النيابه يعني. طب نروح فين؟ نشكل مين؟ النائب العام نفسه مش عارف اذا كان هيستمر بالظبط كده عنده بلاغ حضرتك. طب نروح لمين؟ هو نفسه انا بتكلم، هو كعامل. بالظبط. سيادتك سالتني عن الاجور. النقابات المستقله دلوقتي اصبحت مكتوفه، يعني مكبله، مش عارفه تعمل حاجه. هيتكلم ازاي؟ هو لو اتكلم هيتفصل. انا اعرف في رؤساء نقابات اتفصلوا، تم فصلهم فعلا. طب ازاي رئيس نقابه وصل؟ القانون الموجود ما بيحموهوش، ومن المنتظر القانون الجديد ما فيهوش حريات نقابيه على الاطلاق.
فأنا بقول إن عمال مصر بيعيشوا أسوأ بل أسود فترة حياتهم. وإن ما كانش يعني في قانون جديد. أنا الكلمة دي منك وأنقل الميكروفون للأستاذ أشرف شبل. يعني أنت الأمين العام لحركة ائتلاف عمال اسكندرية وفي نفس الوقت سكرتير لجنة العمال بالإخوان المسلمين جماعة الإخوان وليس حزب الحرية والعدالة. أنت شايف على النهاردة كان الرئيس دكتور مرسي بيتكلم في حديث الصلب وبيتكلم على العام بيقول لهم انه مفيش تخصيص بعد كده بعد اليوم. وطبعا قطاع الاعمال كان جزء من الخصخصه اللي حصلت. ويعني وعارفين التاريخ الاسود اللي احنا اكتشفناه بعد لكن زي ما قال استاذنا العزيز يعني انه في نقابات مستقله لكن لم تفعل. وفي نفس الوقت لسه نفس الادوات اللي كانت في ايد نقول وسميناها مجازا ايد الفساد اللي كان موجود لسه موجوده. ويعني انت كرئيس لحركه عمال يعني حركه العمال من يعني هي المفروض كانت تكون في طليعه الثوره المصريه لغايه دلوقتي احنا برضو ما شفناش. يمكن مجهودات مختلفه لكن على الاقل الحركات النقابات ما بتقومش بدورها. وفي نفس الوقت حتى الحركه العماليه نفسها مش موجوده وما كانتش مطروحه حتى قبل كده. بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اولا بنثني التهنئه بعد تهنئه الاستاذ المحمدي واستاذنا الكريم لكل عمال مصر الشرفاء بعيدهم. ومهما قدمنا من تهني لعمال مصر كفى بتهنئه وبشرى النبي صلى الله عليه وسلم لهم برحمه ربنا عز وجل. رحم الله امرئ بات كالا من عمل يده. انا بس عايز اخد الخيط من استاذنا الكريم خيط الكلام عن النقابات المستقله. المقصود بالنقابات المستقله في بادئ الامر كانت النقابات المستقله العامه. عايزين نفرق ما بين اللجنه النقابيه اللي بتكون جوه الشركه وما بين النقابه العامه. النقابه العامه بتبقى نقابه عامه لكل مجموعه من الشركات بتشتغل او بتعمل في نفس الصناعه. كان المقصود بالنقابات المستقله نقابات مستقله عامه. هب حضرتك ان في اي شركه فيها مثلا 2000 عامل ويحق لكل 50 عامل تكوين لجنه نقابيه. هيبقى عندنا كام لجنه نقابيه في الشركه الواحده؟ والمقصود ايه؟ لو احنا اقررنا هذا الامر وقلنا ان المقصود باللجان النقابات المستقله هي اللجان المستقله داخل الشركه الواحده. فالامر تهيألي في شيء من عدم التوضيح. السؤال حضرتك كان سؤالي يعني الحركه العماليه بشكل عام يعني وفي بعد ثوره 25 يناير ما شفناش حركه عماليه. شفنا بس اضرابات وفئويه في النهايه. وفي النهايه العامل في النهاية عم بتكلم على العامل بأي مؤهل موجود معاه برضه حقه مخدوم لغاية دلوقتي. ما فيش حد بيتكلم عنه. ما فيش قوة على الأرض تمثل العامل. نقدر يعني إن تكون الإجابة من شقين. الشق الأول السؤال اللي حضرتك وجهته للأساتذة الخاص بتطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور. نعم. يعني إحنا لو متابعين متابعة جيدة وأظن الأساتذة كلهم متابعين أفضل مني إن الحد الأدنى اتطبق بالفعل في محافظة أسيوط. اتطبق بالفعل في محافظة المنيا. اتطبق في معظم محافظات الجمهورية. النهاردة الصبح وزير المالية قال ان الحد الأدنى هيطبق على العاملين بالأجهزة الإدارية للدولة. هيستفيد منه نحو 60,000 عامل من إجمالي عدد العاملين بالأجهزة الإدارية للدولة اللي هم 6 مليون. الأمر ده هيوصلنا ان احنا هنوفر سنويا حوالي 6 أو 4 مليار جنيه. لو طبقنا الحد الأدنى للأجور هنوفر حوالي 4 مليار جنيه سنويا. ده اللي هيساهم في سد الفجوة ما بين الدخول المتدنية. لو طبقنا الحد الأقصى في الفجوة ما بين الأجور المتدنية والأجور العليا إن شاء الله نوفر 4 مليار. احنا كنا كل سنة يمكن الأستاذنا يعرف بنحتاج 6 مليار جنيه عشان نطبق الحد الأدنى. 6 مليار جنيه عشان نطبق الحد الأدنى فقط. فلما نوفر منهم 4 مليار جنيه أظن أن ديت يعني ده إنجاز معظم وسائل الإعلام يعني فعلا ولا بشارة لا من قريب ولا من بعيد لهذا الأمر. نعم حضرتك ذكرت أنه إنجاز في النهاية يعني. إنجاز وده يعني احنا من عن طريق حضرتك بنقول أنه إنجاز ولازم فعلا نشيد ليه لما نوفر 4 مليار جنيه. يعني هو كإنجاز وخطوة أولية يعني. اولا لم يكن وضع العمال اسوأ باي حال من الاحوال. العمال الان زاد بند الاجور في الموازنه العامه
زاد 70 مليار عن العام الماضي. دي زيادات دخول، يجب أن نرى الخير الذي يتم ولا يجب أن يعني أقول أسوأ، لأن ما نعيشه الآن هو باقي المنظومة، لأن من كثرة الفساد لم ننتهي إلى الإنهاء من الفساد. إحنا لازلنا بنعمل بكل المنظومة القديمة التي نريد لها التغيير ونريد أن نغير منها. وفي نفس الوقت غياب المجلس الذي يشرع، مجلس النواب، غياب هذا المجلس، لأن هذا المجلس هو الذي وضع الحد الأدنى والحد وضع الحد الأقصى والحد الأدنى، وهذا المجلس الذي يعني أكسب العاملين الذين عاشوا في العراق لمدة يعني سنوات ولم يحصلوا على يعني على حقوقهم منذ 25 سنة، هو اللي رجع الحوالي الصفراء. فغياب المجلس له دور مؤثر كبير جدا جدا في غياب التشريعات التي تخدم العمال والعاملين وتخدم المصانع بعم. ولذلك أنا يعني إن شاء الله عند عودة مجلس الشعب ستتغير كثير من المنظومات العمالية نتيجة للتشريع، لأن الدستور الذي وضع يجب أن يشرع أمامه ما يقرب من 100 قانون ليقدمه على هذا الدستور الجديد. نعم يعني مهندس، يعني نتكلم الأستاذ يعني أحمد، يعني دلوقتي النقطة اللي بتكلم عليها، العامل كعامل في مصر يعني هو مهضوم حقه دايما، بتكلم كعامل، والأستاذ محمد كان بيتكلم على القيمة الإنسانية كإنسان قبل أي شيء، وبعد كده بنشوف العامل هو عامل لكن يعاب، لأنه كان زمان العامل المصري بشكل عام سواء الطبيب الدكتور المهندس أو عامل البناء أو عامل الكهرباء أو كان يشهد له ويشار له بالبنان. العامل المصري دلوقتي يقال ما قال مالك في الخمر عنه في أي منطقة، لو شفنا السوق في الخليج، لو شفنا السوق في أي العمالة المصرية ما بقيتش عمالة مصرية، وده جزء منه على التكوين الشخصي للبني آدم. يعني عارفين العمال المصريين ما عندهمش أي التزام في أي حاجة كمثال. أولا أنا لما أتكلم على عامل يعني لازم أرجع للتعليم، منظومة التعليم الأول في مصر، منظومة التعليم في مصر تعتبر كانت سيئة جدا، وطبعا احنا ما زلنا فيها لان لسه الثورة قايمة من فترة صغيرة. منظومة التعليم خلت العامل المصري مش ماهر، مش في نفس المهارة بتاعة اللي يعني انه مطلوب زي زمان. دي حاجة يعني المفروض انا بقترح حاجة، اي عامل مصري المفروض كمان المفروض انه سفير لبلده، لما اجي اسفره مهنيا يبقى كويس، معلش حتى لازم اديله دورة عن الدولة اللي هو رايحها. يعني طباعها تقاليدها عشان خاطر يبقى ايه، يبقى سفير، فبالتالي يبقى ايه، يبقى المصريين الدول التانية بتجري انها تاخدهم يعني سواء في المهارة او في الخلق يعني. بس انا يعني عايز اتكلم في ايه، في جزئيات تانية. يعني في حلول بتبقى حلول غير تقليدية، يعني انا شايف الحكومة دلوقتي كل حلولها رايحة لبناية المصانع عشان كذا. أنا عندي مجموعة حلول ممكن لو اتطبقت دلوقتي هتسهل كتير جدا. على سبيل المثال، نعم. على سبيل المثال أنا دلوقتي لو خدت مثلا في اسكندرية هنا شركة النحاس في أرض فاضية، نعم. شركة السيوف في أرض فاضية، الشركة العربية في أرض فاضية، شركة الكتان في أرض فاضية، أنا لو خدت واحدة منهم أو اثنين يعني في أماكن متفرقة منهم وعملت أسواق للشباب أو للمحتاج، مش ممكن كبير يبقى محتاج، متعلم أو غير متعلم، وعملت منطقة تجارية ودعمت الشباب دول بالإيجار، التجارة مهنة المتعلم وغير المتعلم، واللي أنا أعمله هنا في اسكندرية أعمله في كل المحافظات، هستوعب كام، هشغل كام، أنا هشغل ما يقرب من 500,000 في التجارة. نعم. دي أول حاجة. نعم. تاني حاجة، ليه الأغنياء في مصر ما يشيلوش الفقراء؟ يعني أنا لو عملت لو يعني أنا بقترح مثلا 250,000 كشك الأغنياء تبرعوا بيهم، لو كل واحد تبرع بكشك حسب المقدرة. ومين يحدد مكان الكشك؟ المحليات. نعم. لكن أنا معاك يا باشمهندس، يعني وأنا الميكروفون هنا، يعني النقطة مش يعني في الآخر عايزة قرار، وقرار ثوري، وغاد دلوقتي احنا مش محسناش ان في قرارات ثورية، وحتى الان لو رحت اي مصلحة سواء حكومية او غير حكومية مش عمرك ما تحس بالثورة، نفس المشاكل، نفس الروتين، نفس البيروقراطية، بل مشكلة اكثر
انه دلوقتي في ازمه ماليه، ان قلنا في مرتبات ما بتدفعش في شركه اسامه البحيره لغايه دلوقتي معتصمين. انا هتكلم على دي تحديدا يعني. نعم. وانا في بدايه كلامي لما قلت ان العامل المصري بيعيش أسوأ فترات حياته، انا باكد على ده لان انا عايش في المطبخ ده. نعم. شركات كتير قوي اغلقت وعمالها تشردوا. اخيرا شركه ماكس الملاحات كان في مؤتمر صحفي في القاهره، وانا من خلال برنامج سيادتك المحترم ده بناشد المسؤولين يبصوا للناس دي، العمال دي خلال ايام هتشرد. شركه مسامه البحيره 6 شهور بالكامل العمال لم يصرفوا مليم واحد. نعم. تروح سيادتك اليوم على الرصفان عامل بيطلع اول امبارح جنيه ونص، اقسم بالله ده اللي في بيتي. نعم. بيروحوا لمين؟ وفي الاخر نقول ان احنا بنعيش، لا، عمال مصر باكد بيعيشوا أسوأ فترات حياتهم الايام دي. نعم. من خلال اللجان القضائيه المستقله لو ما كانتش هتفعل الناس دي هتروح في داهيه. انا بقول برضو ان اللجان القضائيه المستقله لازم يكون فيها حريات نقابيه. القانون الجديد ان ما كانش فيه حريات نقابيه كامله المستقبل مظلم 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 لعمال مصر. نعم. يعني الوقت دايمنا، انا هاخد اخر كلمه من الاستاذ اشرف شبل. يعني تقول ايه دلوقتي السلطه الان في ايد رئيس الجمهوريه، تقول له ايه وهو بيخاطب العمال وخاطبهم بالفعل؟ قبل ما نوجه النصيحه للسيد رئيس الجمهوريه، احنا بنوجه النصيحه لكل الاجهزه التنفيذيه ان هي تتعاون وبصدق مع السيد رئيس الجمهوريه. ازاي نطلب منه اصلاح في جهه معينه او في امر او في شان معين واحنا نفسنا مش بنساعد او بنعاون السيد رئيس الجمهوريه على هذا الامر؟ فظني ان احنا الارث اللي ورثناه من فساد 30 او 40 سنه استحاله، او زي الاستاذ محمد بيقول 60 70 سنه استحاله هنعرف يعني نغير فيه، او السيد رئيس الجمهوريه هيعرف يغير فيه بمفرده، الا لو منظومه كامله بتعمل باخلاص عشان نغير هذه المنظومه. نعم. المنظومه محتاجه من مصر كلها وكل عمال مصر ان هم يحسوا انه مصر. استاذ الكريم، اود بس ان اشير، الاستاذ احمد جزاه الله خير، الاستاذ جمعه بيقول ان أسوأ وبيأكد على أسوأ فترات العمال، أسوأ فترات العمال. لا، احنا بنقول ان برضو اجهزه الاعلام لم تشير الى 500,000 عامل تم تثبيتهم من شهر 8/2012 حتى الان. 500,000 عامل تم تثبيتهم. نعم. ولا في اي من اجهزه الاعلام اشارت الى هذا الامر. نعم. ازاي يعني تم تثبيتهم؟ يعني هو كان من حقهم ان هم يثبتهم، يا فده في حد ذاته مش هيكون انجاز. ومعطل. لان الشركه هي اللي محتاجاهم. حضرتك العامل بي بي بيدي خدماته للشركه والشركه بتدفع له اجر. مش العكس. حضرتك ان هو لما الشركه تثبته مش معناه ان هو الشركه محتاجاه ان تثبته. في وعد من السيد وزير القوى العامله ان شاء الله بنهايه سنه 2013 ان شاء الله هيتم تثبيت جميع العاملين. المصنع لا تظهر في يوم وليله. لا يعني بطبيعه الحال يعني ليس في يد رئيس الجمهوريه. نعم يعني ليس في يد رئيس الجمهوريه عصا سحريه ليقلب كل الموازين، لكن هو على الاقل يقود مصر ويقود الثوره المصريه. 25 يناير هذا ثاني احتفال بعيد العمال في بعد الثوره المصريه الثانيه، واول عيد عمال في عهد الرئيس منتخب لجمهوريه مصر العربيه. نتمنى ان العيد المقبل ان يكون حال العامل المصري ايا كان مؤهله، حتى من الفلاح او الصياد او الدكتور او المهندس، ايا كان ان يكون حاله افضل كانسان يتمتع بالعداله الاجتماعيه كما تحدثنا عنها، ويتمتع بالصحه العامه الجيده، ويتمتع بالحريه. هذا عمرو منير، احييكم، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا والله. شكرا جزيلا. طبعا.